طبعا بعد ما اتكلمنا في جزئية الجوينت وبعد كده عملنا ميشنج، اتكلمنا في الكونتاكت طبعا في بداية الفيديو، وبعد كده اتكلمنا في مجموعة الجوينتس الريفوليوت والسفيريكال، ازاي هتنقل الحركة من العجل للشكل ده، العجل اللي هنا للشكل ده، وازاي السبرينج والدامبر ده هيعملوا اول ما هشوف مطب. فاول حاجة بعد ما عرفنا الكلام ده، انا عايز بقى اشوف اول حاجة الناتشرال فريكونسي اللي هتحصل للسيستم ده ممكن تبقى فين. فاول حاجه هنا اجي اختار مثلا 20 مود، عايز اشوف 20 مود اوف فايبريشن. طبعا الكلام ده مشروح بالتفصيل بقى في ايه، في الكورس الخاص بالفاينايت اليمنت اناليسيس. ان انت اول حاجه كديزاينر انت بتبقى عايزها انك عايز تسيف البارتات بتاعتك، الديزاين بارتس بتاعتك من الريزونانس، وعايز تشوف ايه الاتيتيود اللي ممكن كل بارت هيتحرك له اول ما الجسم ده هيتعرض لريزونانس. الريزونانس ده ممكن يبقى مطب معين، او ممكن يبقى فايبريشن معين جاي من الماتور او من الفريم، بيؤدي لان البارتات بتتحرك بفريكونسي معينه تؤدي الريزونانس. وخلي بالك في ميس اندرستاندنج عند ناس كتير ان الريزونانس اول ما بيحصل الاستراكشر بيبوظ او بيحصل له فيلير، ولكن الكلام ده غلط. الريزونانس بيقعد وقت معين، يعني في وقت معين، والكلام ده هنوضحه ان شاء الله دلوقتي، بيقعد وقت معين، وهو ده الوقت اللي ممكن لو اتعرض البارت ده للريزونانس الوقت ده يحصل له فيلير. فاول حاجه انا عايز اشوف الريزونانس بلاتفورم، انا عايز اشوف فين محطات الفريكونسي اللي ممكن تعرض البارت ده للريزونانس. هنشتغل على ان المودز اوف فايبريشن اللي انا عايزها 20، وبعد كده هقول له والله انا عايز اشتغل مثلا الدامب هخلي يس على الدامبك، بحيث ان هنا هيبقى في دامبر بيمتص الفايبريشن الموجود، والدامبر ده طبعا انا هنا في اللونجيتيودنال سبرينج كنت محدد الدامبنج كوفيشنت بتاعه زي ما انا محدد الاستيفنس بتاعت السبرينج بتاعت السسبنشن سيستم. مهم قوي الكلام ده، وانك انت تبقى فاهمه بحيث انك انت تقدر تشتغل على اي شكل ميكانيكي مهما كان صعب. طبعا برنامج الانسز هو مش بالبرنامج الهين، وفي دبلومه كامله احنا بنقدمها لاتقان برنامج الانسز في الفاينايت اليمنت اناليسيس. فالموضوع ما هواش الوان ونتائج وخلاص، هو الموضوع بيبقى محتاج احترافيه شويه، وازاي تحاكي الواقع 100%، وازاي تعرف الجوينتس مظبوط، ازاي تعرف الميكانيكال سيستم بتاعك مظبوط والكلام ده. طيب لو جينا نعرف بقى هنا فيكسد سبورت، طبعا احنا عارفين ان المودل اناليسيس مش لازم احط لود، لان انا الناتشر فريكونسي لو جينا نتكلم في الايكويشن بتاعتها هتلاقي الايكويشن بتاعتها هي ايه؟ ما هي الا ان الناتشر فريكونسي لاي ستراكشر ما هي الا كي على ام، اللي هي الاستيفنس على الماس ماتريكس الماس. فما فيش هنا فورس، فلو عليت الاستيفنس از ا بري ستريس كونكريت از ا بري ستريس موديل اناليسيس، والكلام ده بنتكلم فيه بالتفصيل في الباتش اللي بنقدمها في الفاينانت اليمنت اناليسيس، او لو عليت او قللت في الماس هتبتدي يتغير في الناتشر فريكونسي او بدايه الناتشر فريكونسي. ففي واحد يرحل الناتشر فريكونسي، والكلام ده بناخده بالتفصيل في الموديل اناليسيس. بس طبعا بعيدا عن اطاله وقت الفيديو، فانا عايز اخش على طول في الجزء الخاص ب الجزء اللي انا جاي اتكلم فيه. فانا هنا عندي في مسمار بيمنع الحركه في اتجاه زد، فلازم اعرف ان الديسبليسمنت في اتجاه زد بيساوي صفر، وهسيبها فري في اكس وواي لانه اوريدي اكس وواي كونسترينت ببقيه الجوينتس اللي انا معرفها، وهقول له سولف بحيث ان هو يبتدي يطلع لي اكوردنج للجوينتس واكوردنج للكونتاكتس ما بين كل البارتات دي واكوردنج للسبرينج والدمبر، يا ترى الناتشر فريكونسي او ايه هي محطات الفريكونسي اللي ممكن محطات الريزونانس اللي ممكن الاجزاء دي كلها تتعرض ليها. ولو في جزء معين انت شايف ان هو بيتاثر بالريزونانس بطريقه كبيره، ساعتها ممكن تاخد الجزء ده تفصله وتروح تعمل له ريديزاين، وتبتدي انك تعلي في الاستيفنس بتاعته عن طريق انك تغير بدل ما هو ستراكشر ستيل تخليه ماده تانيه، او بدل ما هو المونيوم الوي تخليه ستراكشر ستيل، او تقلل في الماس بتاعته، وبالتالي يبقى انت كده عملت ماس اوبتمايزيشن، والكلام برضو توبولوجي اوبتمايزيشن بنشرحه في الكورس بالتفصيل. ومنها تكون عليت الريزونانس، عليت البوينت اوف ريزونانس اللي ممكن البارت ده يتعرض لها. بس من الواضح ان الهدف الاساسي من اللي احنا بنعمله دلوقتي هو ان انا لما السسبنشن سيستم ده هيشوف هيلاقي هنا في هيأثر بعد كده في الهارمونيك اناليسيس. الهارمونيك اناليسيس هو ان الفورس فلكتويتنج، فان في فورس مؤثره بطريقه ساينسوديالي ستيدي ساينسوديالي
على الاستراكشر، يا ترى الريسبونس بتاع الاستراكشر هيبقى عامل ازاي. فهنبتدي نأثر هنا بعد ما نخلص المودل اناليسيس، هنبتدي نأثر هنا بفورس في الاتجاه اللي فوق ده، وكأن السسبنشن سيستم او جزء العجل ده ابتدى ان هو يتعرض ل مطب او حاجه، وعايزين نشوف بقى ايه اقصى فريكوانسي او ايه اقصى ديفورميشن ممكن يحصل، او هيبقى اقصى فريكوانسي ريسبونس، هل هيبقى عند اول ناتشر فريكوانسي ولا لا. طبعا في مصطلحات كتير ممكن تبقى تايهه عنك، ولكن ان شاء الله الكلام ده كله بيتشرح بالتفصيل في الكورس. طبعا حاجه زي كده ده سسبنشن سيستم انت ممكن تشتغل عليه بحيث انك تعلي السسبنشن، تجيب سبرينج، تبتدي تغير في السبرينج والدامبنج بحيث انك توصف السبرينج معينه لحد ما تستحمل فريكوانسي معين، فتبقى مثلا عربيه بتستخدم في الكارتينج او بتستخدم في الاوف شور وهكذا يعني. وهي دي حياه الديزاينر يعني، هو ان هو بيغير في بارامترز كتير بحيث ان هو يحط اوبريتنج كونديشن للديزاين بتاعه، ان والله انا عامل ديزاين بيشتغل عنده اوبريتنج كونديشن معينة من كذا لكذا. هو كده خلاص ابتدى ان هو حل خلاص، فهبتدي اقول له جيت ريزلت، هيبتدي يوريني هنا في التابيولر داتا، هيبتدي يطلع لي الناتشر فريكونسي، ايه هي محطات الناتشر فريكونسي اللي عندي. اول محطة عند ال 78 هرتز، يعني لو البارت ده اتعرض ل 78 هرتز، خلي بالك من الكلام والمصطلحات اللي هقولها، لو البارت ده او الاجزاء دي اتعرضت ل 78 هرتز، تردد 78، وطبعا احنا عارفين ان الهرتز انا ممكن اطلعها من الار بي ام، الار بي ام بقى بتاعت العجله، الار بي ام بتاعت دوران الموتور، فممكن انت تطلع الهرتز اللي هي الفريكونسي، هتبقى الفريكونسي بتساوي الار بي ام في النمبر اوف بولز للموتور بتاعك على ال 60، يبقى انت كده جبت كام هرتز بكام ار بي ام. المهم ان لو انا البارت ده اتعرض ل 78 هرتز هيحصل ريزونانس. طب هل عشان هيحصل ريزونانس هل البارت هيحصل له فيلر؟ هو ده اللي انا عايز اشوف في الهارمونيك اناليسيس، هل هيحصل لي فيلر؟ طب هيحصل لي فيلر بعد كام فلكتويشن لو حصل لي ريزونانس يعني. فدي في الناتشر في المود اناليسيس بيوريك محطات الفريكونسي، طبعا محطات كتير الفريكونسي، لان انا شغال ب 20 مود، وطبعا النمبر اوف مود بتختلف في الاكيرسي بتاعت الحل عن طريق حاجه اسمها البارتيسيبيشن فاكتور، والكلام ده بنتكلم فيه بالتفصيل. ف تعالى بقى نبتدي نشوف، هقول له مثلا كرييت مود شيب ريزلت عشان اشوف ايه اتجاهات الفريكونسي، او ايه الاتجاهات المؤثره اللي ممكن تحصل اكوردنج للناتشر فريكونسي. فلو جينا بصينا على مثلا الاتجاه ده، هقول له مثلا اندي فورم شيب، وهاجي اقول له هنا اشتغل كده، هتلاقي ان ده البارت ده بيبتدي يحصل له ريزونانس او بيبتدي يتغير في اتجاه معين. لو انا خليتها اكزجيريتد شويه، ممكن اخليها مثلا كده، هتلاقي ان البارت بيحصل له فريكوانسي في اتجاه الواي اكسس، بيحصل له فريكوانسي او التردد بتاعه في اتجاه الواي اكسس. عشان كده لو جينا نبص في البارتيسيبيشن داتا هنلاقي ان في اول مود اوف فريكوانسي، هنلاقي ان في اول مود اوف فريكوانسي هتلاقي ان الاكس دايركشن هو المور دوميننت بالنسبه الـ انا اسف، الواي دايركشن هو مور دوميننت بالنسبه للباقي، الواي دايركشن مور دوميننت بالنسبه للباقي، هنا نيجاتيف اوفر او 2، هنا 0.4، هنا تايمز 10 اوفر نيجاتيف 4، وهنا تايمز 10 اوفر نيجاتيف 4، انما هنا تايمز 10 اوفر نيجاتيف 2، فهو مور دوميننت، وبالتالي اتجاه الديفورميشن في اول ناتشر فريكونسي اللي هي 78 بيشتغل من كذا لكذا. طب ولنفترض ان انا كديزاينر انا عارف ان الشكل بتاعي ده هيتعرض لريزونانس او هيتعرض لتردد من زيرو ل 200، طب اعمل ايه؟ هبتدي ان انا اخش على الورك بنش، والكلام ده بقى ادفانسد شويتين، هبتدي بقى اخش على الورك بنش وهبتدي ان انا اجيب الهارمونيك ريسبونس واعرفه في الموديل، بحيث ان انا هحل الهارمونيك ريسبونس، مش هحله بقى از مود سوبر بوزيشن ميثود. طبعا المود سوبر بوزيشن ميثود والفول ميثود في الهارمونيك اناليسيس، الكلام ده طبعا زي ما بنقول الكلام ده بيتشرح بالتفصيل في الكورس، والكورس احنا بنشرح فيه يعتبر كل حاجه تخص بالفاينات المنت اناليسيس او السي اف دي كومبيتيشن فلويد داينامكس. فانا هنا في الهارمونيك ريسبونس فلكتويتنج فورس انا يهمني من اول 0 لحد 200 هرتز،
وعايز السوليوشن انترفال 30 بحيث ان يبقى عندي ريزوليوشن مظبوطه. وبعد كده هبتدي احط له دامبنج، هبتدي احط له دامبنج كنترول بكام؟ ب 0.01، 0.01 دامبنج. وبعد كده هبتدي ان انا اعرف الديسبليسمنت بتاعتي ان هي الجزئيه دي كونسترين، ان الجزئيه في اتجاه زد دي بتساوي صفر. وهقول له ان انا مش عايز احل بالمود سوبر بوزيشن اناليسيس او الام سب اناليسيس بمعنى اصح، ولكن انا عايز احل بالفول ميثود، عايز احل بالفول هارمونيك ميثود، يعني مش هيحل فريكوانسي ريسبونس ولكن هيحل تايم ريسبونس. مش هيحل فريكوانسي ريسبونس ولكن هيبتدي ان هو يحل تايم ريسبونس. فبعد كده انا عايز بقى ابتدي اعرف الفلكتويتنج فورس بتاعتي. فانا عندي هنا فلكتويتنج فورس هتبقى في اتجاه اتجاه الواي كومبوننت او البوزيتيف واي كومبوننت ب 100 نيوتن. انا عندي فورس في 100 نيوتن في الاتجاه ده. ماذا لو بقى انا معرض الفورس في الاتجاه ده؟ ايه اكتر تردد لو انا قلت له بقى انا عايز احرك الشكل ده؟ يعني بالظبط الهارمونيك اناليسيس بيعمل كده. انا قلت له حرك لي البارتات دي كلها من 0 لحد 200 هرتز، مره بره ب 10، مره ب 20، مره ب 30، مره ب 40، وفي نفس الوقت انت عندك فلكتويتنج فورس طالعه ونازله معاك على التاير. فايه اللي هيحصل وايه اكتر فريكوانسي ريسبونس ممكن اشوفها في الشكل ده؟ وهل هي هتبقى قريبه من الفيرست مود اوف فايبريشن او الفيرست ريزونانس اللي هي 78 ولا لا؟ فهبتدي اقول له انا عايز اشوف الفريكوانسي ريسبونس على التاير، عايز اشوف الفريكوانسي ريسبونس هنا، والاتجاه بتاعه هو اتجاه الواي اكسس لان انا عارف الاتجاه ده مور دوميننت من البارتيسيبيشن فاكتور، وهقول له سولف. عايز اشوف ايه اكتر مكان ممكن يتعرض للريزونانس او ممكن يحصل فيه فريكوانسي ريسبونس عالي، ممكن يحصل فيه ديفورميشن عالي according للفلكتويتنج فورس دي. طبعا الكلام حاجه زي كده انت تقدر تعمل ديزاين للسسبنشن سيستم لمختلف العربيات، مع عربيه رانجلر، عربيه شغاله كارتينج، عربيه بتتسلق، عربيه كذا، عربيه كذا، تقدر انك انت عن طريق السبرينجز واماكن السبرينجز تقدر انك تقلل في الريسبونس او التوتال ديفورميشن اللي هتحصل، وبالتالي تزود الاستابيليتي بتاعت الشخص اللي قاعد جوه، بتاعت الشخص اللي راكب العربيه، مهما كان المطب عالي او مهما كان في فايبريشنز في الطريق، مش هيحصل دامينج للفورس دي، لدرجه ان الراجل اللي قاعد جوه لو ماسك كوبايه شاي مثلا، كوبايه الشاي مش هيحصل لها اي حاجه، تمام؟ مش تتدلق او اي حاجه. ليه؟ لان في ستيدي وفي تغلب على اي فريكونسي بتحصل. طبعا مش محتاج اكد معاكم ان اللي محتاج الانسس، طبعا الانسس احنا بنقدم فيه دبلومه كامله في الفاينات اليمنت اناليسيس والسي اف دي. اللي محتاج منكم الكورس ده طبعا يشرفنا، واللي محتاج اي كونسلتيشن ادفايس بنساعده في مشروع، بنساعده في ماستر او بيحضر بي اتش دي او غيره. طبعا اشتركنا مع مجموعه كبيره من الشركات زي شركه العربي، شركه عرب انترناشونال الكترونكس، درسنا مجموعة كبيرة من الطلبة، والحمد لله الدنيا أحسن حاجة إن شاء الله معانا، وتستفيد جدا بإذن الله. طبعا هو كده خلاص ابتدى إن هو حل الهارمونيك ريسبونس والفريكونسي ريسبونس. خلي بالك هو بيوريك فين، وهل بقى يا ترى لما أنا أدوس على الفريكونسي ريسبونس هل هيكون الأول أو أقصى توتال ديفورميشن هيحصل في السيستم هو عند الفيرست بلاتفورم اوف ريزونانس، اللي هي انا شايف ان انا ممكن يحصل لي عند اقرب حاجه 79، ممكن 78، ممكن يحصل عند 80 هرتز، ممكن يحصل عند الحدود دي ان هي الفيرست او الماكسيمم فريكوانسي ريسبونس. فلو جينا بصينا هنا في الكيرف هنلاقي ان اكتر حاجه حصلت لي عند كام؟ انا عايز ابص هنا هلاقي ان هنا في الفريكونسي ريسبونس هي فعلا حاجه و70، فبصيت لقيت انا عند 80 هرتز هيحصل لي اللي هي اقرب ما يكون الى الفيرست بلاتفورم اوف ريزونانس اللي هي ال 79 او 78.8 اللي هي 79، وده الفرق ده طبعا جاي من الدامبنج. ولكن انا هنا هيحصل لي عند ال 80 هرتز الماكسيمم توتال ديفورميشن، هيحصل لي كام توتال ديفورميشن؟ الامبليتيود بتاع التردد هيبقى كام او التوتال ديفورميشن هيبقى كام؟ هيبقى 9.9. طب تعالى شوف عند التردد ده، عايز اشوف الدايركشنال ديفورميشن، هقول له ريتريفز ريزلت،
وهلاقي ان الدايركشن ديفورميشن 10 مللي متر، يعني الشكل ده هيبتدي يتحرك ب 10 مللي متر في الاتجاه ده. طبعا انا عايز هيبتدي يتحرك ب 10 مللي متر في الاتجاه اللي فوق، بحيث ان هو الدمبر هيمسكه والسبرينج هتمسكه، ولكن هيتحرك ب 10 مللي متر لو اتعرض للريزونانس. طب هل هو هيستحمل ال 10 مللي متر او التردد بتاع الريزونانس ده قد ايه؟ كام بيريد لايف اوف تايم؟ فهاجي ابص هنا على الفاتيج لود، ومهم قوي الكلام ده طبعا مش ناس كتير تعرفه. لو انا قلت له مثلا عايزه يستحمل الريزونانس لمده 10 دقائق، وهقول له ان الريزونانس عندي بيحصل عند 80 هرتز، يا ترى انت هتستحمل لحد تايم قد ايه؟ لحد لايف تايم قد ايه؟ فهلاقي او تايم قد ايه؟ هلاقي ان بعض البارتات عنده اللي هي اللي بالازرق هتستحمل لحد 12500 لفه بتتعرض للريزونانس، او مش لفه بقى، 12500 سكند بتتعرض للريزونانس، تقدر تستحمل كل المده دي. ولكن في بعض البارتات اللي هي بالاحمر مش هتستحمل لفه واحده، مش هلاقيها، انما بالاخضر اقل حاجه اللي هي دي هلاقي ان النقطه دي ويكينج بوينت، اللي هي عند لفه واحده او عند 12، عند 1 سكند هيبتدي يحصل لك هنا فيلر في الجزء ده. فبالتالي انت كديزاينر المفروض تعيد بناء هذا الجزء، زود سيكنس، تحاول انك انت تدعمه اكتر، بحيث انك ما يحصل لكش فيلر في الجزء ده، في جزء الرابط ما بين العجله او اللي بين الحركه ما بين العجله والباقي. وده طبعا ناتج، الجزء ده ناتج لان الاستريس فيه عالي. ليه الاستريس هنا عالي؟ طبعا انا عايز اشوف الاستريس هنا بكام. لو جيت ابص على الاستريس هنا هقول له انا عايز اشوف الاستريس عند 80 هرتز، عايز اشوف الاستريس عند 80 هرتز، وعايز عند السويب فيس. طبعا الكلام ده بنوضحه طبعا بالتفصيل في الكورس، بنشرح كل حاجه بالتفصيل، ايه هي الفيس انجل، ايه هي الكلام ده كله. بعد كده هبتدي اقول له وريني الاستريس هنا بكام، وانا متاكد ان الاستريس هيبقى ماكسيمم في الجزئيه دي طبعا 100%، هيبقى هنا عالي جدا جدا جدا، وده طبعا هيؤدي للفيلر. ليه؟ عرفت منين؟ لان ده حوالي 2000 ومش عارف كذا ميجا باسكال، فطبعا ده حصل له فيلر، فالجزئيه دي عايزه تتغير. طب ليه الجزئيه دي حصل لها فيلر؟ لان هي بتتعرض لبندنج عالي جدا. لك ان تتخيل ان كل البارتات دي بالماس بتاعها بتتحرك لفوق وبتضغط على جزء نقطه التثبيت دي، وبالتالي ممكن تعيد بقى فكره الريديزاين للشكل ده لو انت عايز تاثر بريزونانس، او لو انت عارف ان التردد بتاعك ممكن يوصل للريزونانس اللي هي 80 هرتز. ده طبعا كان حاجه زي ديمو ليسون عن موضوع السسبنشن سيستم، ولكن طبعا مشروع بالتفصيل في الكورس. اشوفكم ان شاء الله، اللي منكم يشرفني طبعا، في طبعا عروض كويسه على الكورسين، على التو باتش فاينانس اليمنت اناليسيس والسي اف دي، واللي منكم محتاج اي كونسلتيشن ادفايس فاحنا تحت اهو. شكرا.